في عميل او في شركه او في منظومه بتامنني على شيء وانا عملت العمل بتاعي ده على اكمل وجه، يبقى هنا في هذه اللحظه انا بحقق النجاح ليا وبحقق النجاح لي. انا راجل نجار ارزوقي، ما كانش عندي امانه في عملي مش هنجح في حياتي. لازم الامانه تكون موجوده في كل حاجه، لازم الاطفال الصغيره تتربى على كده، لازم ان يتعود ان هو يبقى في امانه في كل حاجه. لازم الواحد يبقى مخلص في كل حاجه، يعني الواحد هياخد الحاجه الحرام يعمل بيها ايه اصلا. انا شغلي مدرس، بعمل مدرس، وفي مهنه التدريس اهم حاجه الامانه، لان التلاميذ دول اصلا امانه في رقبتنا. اهم حاجه ان انا تكون حياتي قائمه على الامانه وربي ولادي على الامانه، امانه في كل اقوالهم وافعالهم وفي حياتهم كلها. اسمي وليد صالح، شغال صراف، انا بطبعي امين ولازم اكون مع الزبون امين بما اني شغال في فلوس. وعبيد ابراهيم، عمل هنا كاشير. بالنسبه للامانه يعني هي شيء مهم وواجب. انا اسمي اشرف عبد الرحمن احمد وشغال مبيع سمك. شرط من شروط التجاره الامانه. المكان دوت لازم اكون فيه امين لاني بتعامل مع فلوس، مع ناس كتير كل يوم، اسعار بتطلع اسعار بتنزل، فبصفتي مسؤول هنا فلازم اكون امين مع الناس. لازم التزم بالسعر اللي البنك بيديهولي عشان دي امانه، فلازم التزم بيها عشان اراعي ربنا فيها الزبون يوم يجي لي تاني. ما ينفعش ان انا اضحك على الزبون بكل المقاييس. في زبون هنا جه حضرتك يغير وهو بيطلع الفلوس نزل وقع منه 300 دولار هنا، قعدوا 3 ايام عندي، فجي سال عليهم قلت له اتفضل الفلوس بتاعتك. طبعا ربنا امرنا بالاداء الامانه في كل شيء. ان الله يامركم ان تودوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. واذا كان ما فيش امانه يبقى ما كانش حد جه. يعني احنا ممكن يعني لو اخرنا نص ساعه عن الميعاد اللي احنا بنفتح فيه الزبائن بتفضل مستنيين. طبعا بالنسبه للفلوس لازم الواحد اللي يكون قاعد كاشير لازم يكون يعني عنده امانه بدرجه كبيره، مش اي حد. يعني هنا اللي قاعد مثلا فتره صباحيه وفتره مسائيه مش اي حد بيبقى قاعد. كلمه تاجر من اربع حروف، التاء من التقوى والالف من الايمان والجيم من الجراءه والراء من الرحمه. يعني لازم اللي يجمع الاربع صفات دول يبقى تاجر، يتقال عليه تاجر، مش اي واحد يتقال عليه تاجر. ربنا قال وان المطففين، ربنا قال اقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. انا واحد من ضمن البائعين، عندي زبائن كتير بتصل بيا بالتليفون، في زبائن منهم ما يعرفونيش. لو كل انسان راعى ضميره وراعى ربنا واشتغل بامانه وادى عمله حقه، بلدنا هتبقى من احسن دول العالم.